الأزمة ولا إدارة الإعلام لها علاقة بالموضوع، لكن كل واحد حب يودي الأزمة للطرف اللي هو عايز يوديها له تصفية الأغراض وحسابات شخصية. لكن أعتقد النادي الأهلي دايما وأبدا قادر على احتواء أزماته، وقادر دايما وأبدا على أنه يسير في الطريق الصحيح. وإحنا بنتكلم على الكورة وشؤونها وأحداثها، خلينا ننعي اليوم رحيل الكابتن عماد اليماني. كابتن عماد اليماني واحد من الإداريين التاريخيين في كرة القدم في النادي الأهلي، رحل بعد معاناة مع المرض رحمة الله عليه. كابتن عماد اليماني لمن لا يعرفه هو صديق قديم. أيوة. كان بيلعب في منتخب مصر هوكي. أيوة. يعني هو لعيب دولي. أيوة. في الهوكي، وكان واحد من أبرع من لعبوا الخماسيات وكرة الصلاة. كان عنده مهارة عالية جدا جدا، وكان دينامو ومكوك. بعدين لما ابتدى يتفرغ للعمل الإداري في النادي الأهلي، كان واحدا من الذين استمروا في العطاء إلى أن أقعده المرض. أيوة. عشرات السنين راجل رحمة الله عليه إدى النادي الأهلي كل ذرة في عمره وفي صحته. ألف رحمة ونور على الكابتن عماد اليماني. دوري النهاردة في الأسبوع الـ24، أحمد سامي